FM. الكل مليك. سياسيين أول شيء أنا كحزب اليوم حزب ولا ككتلة ما عندي حتى خلاف مع الكتلة الديمقراطية الاجتماعية اللي تدافع على تواجدها وتدافع على تواجدها في مكتب المجلس، وما عنديش أي خلاف معاهم، وما مناش فاهمين أسرار هذه الحملة اللي قايمة بها الكتلة الديمقراطية وزوز نواب خاصة ضد سياسيين إبراهيم كوزير في الحكومة وضد حزب أفاق تونس والفشل والنجاح. حتى رجعوا له من بعد الفشل والنجاح بالنسبة للأحزاب السياسية يقاس بميزان واحد وهو ميزان الانتخابات، والانتخابات بتاع 2014 أثبت تشكون الفاشل وتشكون الناجح. واليوم حزب أفاق تونس حزب موجود على أرض الواقع، عنده 8 نواب، عنده أكثر من 70 فرع في الجمهورية التونسية، عنده أكثر من 12 جهة مهيكلة تماما واللي هي قاعدة تخدم ليلا نهارا، عندنا تواجد في القطاعات، عندنا تواجد في مشروع المخطط الجهوي، ونخلي الشعب التونسي يحكم شكون الفاشل وشكون الناجح في الموضوع. شكرا لاستخدامكم. سي فوزي لا قطعنا تقطع الاتصال، على كل نحاولوا نعاودوا الاتصال بسي فوزي عبد الرحمن، ولكن فكرته الاولى هو استشهد بممكن عدد المكاتب المحليه والجهويه لحزب افاق تونس، انه الانتخابات كيف كان حاضر فيها وهو اليوم عضو من اعضاء الائتلاف الحكومي. كابافان الكلمه ليك.